صباح الخير يا كيجي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. عاملين ايه؟ كويسين. عاملين ايه في البيت؟ يا رب الاجازه تكون عاجباكم. ان شاء الله انتوا راجعتوا مع مس سلمى ومس هاجر الحروف، وراجعتوا اصوات الحروف واشكال الحرف في الاول وفي الوسط والاخر. تمام، احنا جايين النهارده بقى هنراجع مع بعض القراءه، هنفتكر ازاي كنا بنقرا يا كيجي. بس الاول عايزين نعرف الحروف وهي عليها الحركه بالفتح. تمام، بصي يا كيجي، الحركه دي اسمها ايه؟ فتحه. الفتحه كانت بتقول لي افتح بقك. طيب تعالوا نفتكر مع بعض، الالف لما جه فوقها الفتحه كان صوتها ا ب ت ث. نقول تاني ا ب ت ث، ج ح خ، ج ح خ، د ذ، د ذ، ر ز، ر ز، س ش، س ش، ص ض، ص ض، ط ظ، ط ظ، ع غ ف ق، ع غ ف ق، ك ل م ن، ك ل م ن، ه و ي، ه و ي. دي كيجي الحروف بالفتح، خلاص افتكرناها مع بعض. تعالوا بقى هنكتب شوية كلمات مع بعض بالفتح. بس في مفاجأة أنا عاملها لكم، جايبه لكم واحد زميلكم كان معاكم اسمه بطوط. يلا نادم عليه، يا بطوط يا بطوط، تعالى يا بطوط. صباح الخير. ازيك يا بطوط، عامل ايه؟ عامل ايه يا مس؟ وحشني جدا يا بطوط. يا بطوط انا جايباك معايا النهارده عشان تساعد صحابنا في القراءه، هتقرا معايا يا بطوط؟ ماشي. فاكر احنا كنا بناخد ايه في الكلاس؟ لا مش فاكر قوي. طيب تعال انا هشاور لك على الحرف وانت تقرا. بس يا بطوط الحرف عليه حركه، بس انت مش هتقول الحرف، انت هتقولي صوته بس. خلاص ماشي، ركز بقى. ده صوته ايه يا بطوط؟ زي. ايه؟ زي. زي؟ اه. طب بص يا بطوط، مش هو الحرف ازاي عليه فتحة؟ اه. احنا لما الحرف بيجي فوقيه فتحة، الحرف فتحة كانت بتقول لي ايه؟ افتح بقك. هيبقى صوته ايه؟ هيبقى صوته زي. برافو يا بطوط، زي. صوته ايه؟ زي. اعمل الحركة يا بطوط لو سمحت. زي. 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 طيب ده صوته ايه يا بطوط؟ ايه عين. برافو. طب وده صوته ايه يا بطوط؟ برافو. طيب يا بطوط انا جايبه معايا شويه صور جميله جدا هنقراها فيها كلمات بالفتح، هنقراها واحده واحده. ماشي؟ اول صوره معايا، بس الاول يا بطوط فاكر احنا كنا بنلعب في الكلاس؟ فاكر لما كنا بنلعب لعبه ارنب وسلحفه؟ اه ارنب. طيب بص يا بطوط، احنا هنقرا مع بعض، بس انا هقرا صوت السلحفه وانت الارنب. ماشي؟ يعني انا هقرا بطيء وانت هتقرا بسرعه، بس دي في اول كام كلمه، وبعد كده انت هتقرا لوحدك، انا مش هساعدك. بس انا عشان بفكرك في الاول. ماشي؟ ماشي. طيب هنا الصوت فوقيها فتحه، صوتها ايه؟ ايه صا. صا. برافو. طيب ولا عين هنا فوقيها فتحه؟ ااا عين. الدال فوقيها فتحه؟ ااا دال. طيب انا بقى هقرا صوت زي السلحفه بطيء، هروح عامله ازاي؟ انت قلت يا بطوط ص ع د، يبقى ايه؟ صعب. برافو. يبقى هو الكيجي احنا عندنا ص ع د، يبقى صعد، صح؟ فاكرين يا كيجي احنا كنا بنقرا كده في الكلاس؟ طيب سأقولي. برافو. انا هقول بصوت واطي، بصوت ببطء، وانت تقول بسرعه. خلاص هنا ن ز ل. نعم. برافو يا بطوط، برافو عليك. يا كيجي نقرا مع بعض واحده واحده. ن ز ل، نزل. شاطر انا، شاطر. طيب بصي يا كيجي بقى، احنا قلنا بنقرا صوت صوت، نجمع الصوت ده مع الصوت ده مع الصوت ده هيكون لي كلمه. ماشي؟ هنقول بقى هنا عين وفيها فتحه، ع ص ر. عسل. شاطر يا بطوط، برافو عليك. طب بص بقى يا بطوط، احنا عايزين نخلي اصحابنا يقروا معانا، بس انا مش هساعدك، انا هوريك الكلمه
تستنى شويه تبص عليها تقراها في سرك، واصحابنا اقروا معايا في سرك يا كيجي وقولوها، وبطوط هيقولها وهنشوف مين الشاطر وهيقولها ايه صح. يلا واحد اتنين تلاته، بص عليها كويس يا بطوط. يا صحابي ايه اول حرف ده؟ مش عارف. استنى استنى، ايه اول صوت يا كيجي؟ ايه اول صوت؟ هي. برافو. ها ها، دي كانت باء ولا تاء؟ باء. يبقى بطوط قال ها باء ظا. دي ظا؟ دي فوقها نقطة يا بطوط؟ اه لا، اخت الظا ايه؟ طا. طا، برافو. شايفين يا كيجي؟ شاطر يا بطوط. ممكن بقى تقرأها كلها مرة واحدة؟ ها باء طا. برافو يا بطوط. شايف بطوط قال ايه يا كيجي؟ ها باء طا. هذا طا. قلناها كده مرة واحدة. لما بنقرا واحدة واحدة هنجمع الكلمة ونقرأها بسرعة. خلاص يا كيجي؟ أنا شاطر أنا شاطر. ماشي؟ طيب. ن ق ح. أوه بطوط غلط خالص. لا غلط غلط. دي أنت قلت ن، شاطر برافو عليك. لكن دي ف مش ق. نقطتين يا كيجي. شايفين بطوط شكله كده قاعد في البيت ونسي وما ذاكرش خالص. دي حرف الفاء، يبقى فا يا بطوط. فا. ماشي ماشي. نا فا خا. يبقى ايه؟ نفخة. برافو يا بطوط، برافو. طيب انتوا شايفين بقى ايه؟ يلا يا كيجي، يلا يا كيجي، حاولوا بقى معايا كده واحدة واحدة عشان تبقوا اسرع انتوا من بطوط. يلا. ط ر ق طرقة. برافو يا بطوط، برافو. شايفين يا كيجي؟ عشان احنا بنقرا واحده واحده عرفنا نقول الكلمه، لكن لو قرانا بسرعه مش هنعرف. نخلي صوت صوت يا كيجي، صوت صوت. ط ر ق طرقة. بصوا يعني هو قالها صح، بس ما ينفعش، احنا تعودنا نقرا صوت صوت عشان القراءه الصحيحه، نقرا صوت صوت عشان نجمع الكلمه ونقراها بسرعه يا كيجي. ماشي؟ هو قال مسحه، ماشي هي الكلمه صح بس انا مش عاجبني. لا احنا تعودنا نقرا ازاي يا بطوط؟ بنقول ما س ح مسحه. ماشي. يلا قول تاني. ما س ح مسحه. يلا يا بطوط اقرا معايا الكلمه دي بالراحة يا بطوط عشان صحابنا بيقرأوا معانا. ماشي. را. قولوا ورايا يا صحابي عشان نعرف نقرا نقطه مع بعض. را ق ص. الله نقصة يعني نقص كده. شاطر يا بطوط. شايفين يا كيجي؟ قال قال ايه بطوط؟ قال قرأ بالراحة را ق ص. رقص. برافو عليك يا بطوط. ها عز فاء. عز فاء. برافو يا بطوط، شاطر. طب يلا بقى انا هقول بالراحه وانت اقرا ورايا. ماشي؟ ماشي. عشان نفكر صحابنا. يلا. را ب ط. ربط. برافو يا بطوط، ممتاز. سقفوني انا شاطر شاطر. ط ب ع. طبعا. برافو يا بطوط، شاطر. طيب انت قول معايا اقرا را ق. بام بام بام. بص بقى بطوط غلط. ق ض. بص يا كيجي، هو ده حرف الكاف ولا حرف القاف؟ يعني ينفع اقول را ق ق ق، دي حرف ايه؟ قاف. لكن ده حرف الكاف، هقول را ك را ك را ك ض را ك ض. ماشي يا بطوط؟ ماشي. راح قضى راح. و ع د. وعد. ممتاز يا بطوط. يلا. ش ر ح شرح. ممتاز، بطوط بقى شاطر خالص وافتكر معانا كل زيك يا بس زي ما انت قاعده بتشرحي دلوقتي. شاطر يا بطوط، انت اصلا ممتاز واصحابنا برده ممتازين جدا وهما بيقراوا معانا. يلا. شحنة. شحنة.
صغير. س م ب ب ق ق سبق. برافو شاطر. ها مش فاكر ايه معايا. ه م س همسه. برافو يا بطوط. انا شاطر. ه م س همسه. فاكرين يا كيجي لما احنا كنا بنغني الاصوات عشان تطلع الكلمه بسرعه نسمعها بودننا ونعرف نقراها؟ بصوا زي ايه. ها را ب هرب. صح يا بطوط؟ ايوه. ينفع تقرا كده زي ما بقول لك؟ ماشي يلا. ق ر ا قرأ. برافو يا بطوط. طب بص يا بطوط بقى، انا معايا شويه بطاقات هنقراها. ماشي نقراها لوحده. ماشي بس انتوا هتساعدوني صح؟ ممكن صحابك يساعدوك. لا انا مش هساعدك. ايوه تقروا معايا. بص بقى يلا. بص يا كيجي هبصوا، ركزوا كده كويس، ركزوا معايا. ماشي حاولوا تقراوها قبل بطوط، قبل بطوط. ماشي ها عرفتوا تقروها صح؟ يلا بقى يا بطوط يلا اقرا. ذهب ذهب. برافو يا بطوط شاطر. طبعا اصحابنا في البيت قرأوها. ذهب ذهب. استنى يا بطوط. طبعا يكون كلمة سهلة مش هعرف اقراها. لا سهلة جدا، كل الكلمات سهلة. مش احنا عارفين الاصوات يا بطوط؟ يبقى مفيش حاجة علينا صعبة. كل الكلمات عندنا سهلة. بس استنى الأول اصحابنا يقرأوها. عرفتوها بس شوي، بس شوي عرفتوها؟ يلا استنى. انا شاطر، انا هعرفها دلوقتي. ها؟ وجد وجد. برافو يا بطوط شاطر. يلا الكلمه دي سهله جدا، كلها حروف سهله. هنقول صوت صوت وبعد كده نقرا الكلمه. هتقرا قبل بطوط. يلا ها قريتوها صح؟ يلا يا بطوط اقرا. زرع زرع. برافو يا بطوط. طبعا اصحابنا قالوا زرع زرع. سقفوا نفسكم عشان انتوا شاطرين خالص. طيب بص بقى يا بطوط اهو، كلمة صعبة دي ولا ايه؟ سهلة جدا. يلا اقرأ معايا يلا. شارب شارب. شايفين يا كيجي بقى بطوط شاطر ازاي؟ لقى الراء تحتيها كسرة، الكسرة كانت بتقول لي ايه؟ شد سنانك لتحت. هو بقى عرف يقرأها، قال شين فتحة شا، الراء تحتها كسرة ري، الباء فوقها فتحة ب، شا ري ب شاربة. أنا شاطر. آخر كلمة بقى يا بطوط اقرأ. ها و ز ن وزنة. برافو يا بطوط شاطر، أنت ممتاز النهاردة، أنا مبسوطة منك جدا جدا جدا. خلاص عرفنا يا كيجي النهارده احنا راجعنا ايه مع بعض؟ راجعنا الحروف من الالف للياء بالفتح، وقرانا شويه كلمات. يا رب تكونوا استفدتوا معانا النهارده، وان شاء الله نستنى المراجعه القادمه. باي.